تعرف الجزائر ببلد الفن والفنانين، حيث خرج من هذا البلد العديد والعديد من الفنانين العالميين أمثال وردة الجزائرية والشاب خالد وغيرهم الكثير، حيث إن اعتزال الفن والغناء كان مصير الكثير منهم وكل مرة لسبب معين، إلا أن أغلب حالات الاعتزال ترتبط بالتوبة. ففنانات كثيرات يبتعدن عن الأضواء ويرتدين الحجاب ويقررن ترك شهرتهن خلفهن. أما الفنانون الرجال فهم بدورهم يبتعدون عن الغناء والتمثيل للتفرغ للعبادة والصلاة ولأمور أخرى. ستشاهدون في هذا الفيديو أشهر 10 فنانين جزائريين اعتزلوا وتابوا عن الغناء. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. الشاب نذير. سنة 2018 اعتزل مغني الراي الشاب نذير الغناء وأعلن توبته من خلال عرضه لفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيه اعتزاله الغناء نهائيا وإعلانه التوبة ليسير على خطى الشاب جلول. كما أوضح أن الأغاني التي ستصدر خلال الأيام القادمة قد تم تحضيرها قبل أن يعلن اعتزاله، وأن قراره بترك مجال الغناء لا رجعة فيه. محمد لامين. يعتبر محمد لامين من أشهر المغنيين الجزائر، وهو من مواليد سنة 1970 وعمره اليوم 51 سنة، ولكن سنة 2016 قرر اعتزال الغناء نهائيا بمسيرة تقدر ب20 سنة، والذي اشتهر منذ سنة 1988. فقد أعلن المطرب الجزائري محمد لامين الملقب بعندليب الأغنية الجزائرية اعتزاله الغناء بطريقة خاصة، حيث ظهر وهو يؤذن في أحد مساجد الجزائر العاصمة بعد عودته من رحلة عمرة، معلنا مغادرته الساحة الفنية. ربي وفقه في حياته يا رب. الشاب حسين. يعتبر الشاب حسين أيقونة من أساطير أغاني الراي في الجزائر، وتعتبر أغانيه الأكثر استماعا من الجيل القديم إلى الآن، ولكن هناك العديد من الأشخاص لا يعلمون أن الشاب حسين قد تاب إلى الله واعتزل الغناء، وكان ذلك بالضبط سنة 2015، حيث طالب الفنان الجمهور بالكف عن سماع أغانيه أو تداولها. يأتي هذا الاعتزال حسب نشر الفنان تدوينة جاء فيها: عشت أيام وسنوات جد جميلة في عالم الغناء مع كل محبي وعاشقي، مؤكدا أني سأحتفظ بكل هذه الذكريات الجميلة للأبد. يأتي اعتزال حسين الغناء وهذا بعد مشوار فني دام طيلة 25 سنة كان بها مشوار فني حافل قدم خلاله أغاني لا تزال علامة في أغنية الراي، على غرار سيدي الجوج وأنت التالية. فلة الجزائرية. أعلنت الفنانة فلة الجزائرية اعتزالها الغناء بطريقة مؤثرة خلال ظهورها على قناة النهار سنة 2018، حيث تخلل كلامها الدموع لصعوبة القرار. وحرصت فلة خلال حديثها لجمهورها الجزائري والعربي على تقديم الاعتذار لهم، لافتة أن سبب قرارها بالاعتزال هو الحرب التي تتعرض لها منذ سنوات وانعدام المناخ الفني الذي يجعلها تبدع، بالإضافة إلى سنها وبأنها بصدد القيام بمشروع خاص بها. حسن دادي مؤذن في مسجد طازولت.
حسن دادي الذي كان يعتبر من أبرز المغنيين في الطابع الشاوي والذي اختفى خلال العامين الأخيرين عن الأنظار، قرر الابتعاد عن الأضواء والاعتزال بشكل نهائي، وحضور حلقات الذكر في المساجد إلى جانب رفع الآذان في مسجد تازولت بباتنا. الشاب رامي. سنة 2021 نشر مغني الملاهي المعروف الشاب رامي فيديو عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك يعلن من خلاله توبته واعتزاله الغناء نهائيا. وأظهر الفيديو الشاب رامي زوج السابة صباح وهو برفقة الشيخ لطفي بوغيبة. وأظهر الفيديو الشاب رامي زوج الشابة صباح وهو برفقة الشيخ لطفي بوغيبة يقسم على المصحف ويعاهد الله على الابتعاد عن الغناء. وقال الشاب رامي عقب الإعلان عن توبته: الله يسامحنا وش درنا ويقدرنا لفعل الخير. ولكن بعد أشهر فقط رجع عن قرار اعتزاله وعاد إلى الغناء مجددا. الشاب جلول. يعتبر من أهم مغني الراي في فترة الألفينيات، ورغم تربعه على عرش الأغنية الراياوية وبعد مسيرة 15 سنة غناء، إلا أن الشاب جلول خرج بقرار لم يكن يتصوره أحد في الوسط الفني والمتمثل في التوبة إلى الله واعتزال كل شيء يتعلق بالفن وبالماضي. ورغم المدة الطويلة التي قضاها جلول في الوسط الفني، إلا أنه لم يشرب الخمر طوال حياته الفنية. ويعتبر جلول من المطربين المثقفين بحكم أنه كان أستاذ في التعليم وبعدها اتجه إلى الغناء. يقول جلول أن فكرة الاعتزال والتوبة هي فكرة قديمة لطالما راودتني، ومن أهم المواقف التي جعلت جلول يقرر الاعتزال هي وفاة صديقه الملحن المعروف تاج الدين عينوس بسكتة قلبية، وكان صديقه بصدد تحضير ألبوم جديد بعد نجاح الألبوم الأخير الذي اشتغل تاج الدين على كل أغانيه. ويقول جلول: كنا ليلتها في الاستوديو نشتغل وننكت ونضحك مع بعض، وبعدها اتجهنا إلى المسجد لأداء صلاة العشاء سويا، ثم افترقنا على أمل اللقاء يوم غد لإكمال الرتوشات الأولى على الألبوم، لكن تشاء الأقدار أن يخطف الموت تاج الدين في أوج عطائه الفني. يقول جلول: اتصل بي أخ التاج وأبلغني الفاجعة التي هزت كياني، وكان ذلك بتاريخ 23 جويلية 2007 صباحا. يقول جلول: في تلك اللحظة مر علي شريط الذكريات مع تاج الدين، واكتشفت أن الدنيا لا تسوى شيئا بالرغم من الشهرة والمال والنجومية، وأنا أعترف بأني أخطأت في حق الله والدين، وأكثر حاجة تقوي إيماني هي الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن يومها يقول جلول: اسودت حياتي، ولعنت كل لحظة حدت فيها عن طريق الله، واستغفرت الله على كل كلمة قلتها في غير موضعها، وأرجو من محبي ومستبعي أشرطتي أن يحرقوها رأفة بي. كمال القالمي. الفنان كمال القالمي الذي ذاع صيته مؤخرا هو الآخر قرر الاعتزال الفني نهائيا بعد مشوار فني طويل وحافل أنتج فيه حوالي 70 ألبوم غنائي، حيث قال: وصلت إلى قناعة واحدة مفادها ضرورة الاعتزال، وكنت أنتظر الوقت المناسب خاصة بعد أداء مناسك العمرة، ولو أن المشيخة لم تعد لها أي قيمة في هذا الزمن، وحتى أغاني الجيل الجديد افتقدت للمعنى والكلمات النظيفة. أنا رجل سخي وجد حساس، ولم أعد بوسعي تحمل ما يحدث في الساحة الفنية من تجاوزات خطيرة، فالاعتزال أصبح ضرورة حتمية.
لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.